في لنشر هذا الأسبوع نقول فتوش بدو يكحلها عماها والقضية صارت خيانات زوجية. بالوثائق والمستندات إيبولا اختراع أمريكي داعشي أو حقيقة ممكن تجتاح لبنان. مجدداً الابن بيقتل الأب والأم باستوديو للنشر. يو بدك تاخد تترو ولا تضل عرف النيدو؟ أنا ما فيني على النيدو ما فيني. شو رح يعملولو بالنشر؟ بعد سنة على مأساة العبارة الأندونيسية وين صار حسين خضر؟ ما بيروحوا بيكبونا بالجزر وبيكبونا مدري وين ويصير فينا مثل العادة؟ أخي في تيكت بتشوفه انت. للنشر مع ريما كركي الاثنين بعد الأخبار على الجديد